اولا اهلا بشبكه موسيقى والمنتج الفنان ريتشارد الحاج. طبعا النهارده حفله منيب باند حفله خاصه وليها رونق خاص. النهارده ذكرى 29 لرحيل الحاج احمد منيب. الحاج احمد منيب علامه من علامات الموسيقى المصريه، لانه الفولكلور المصري سواء في وجه قبلي او بحري هو اللي بيميز الموسيقى بتاعت مصر. ثالثهم الحاج احمد منيب، العلامه الثالثه في مصر هو احمد منيب. فانا طبعا يعني مبسوط جدا اني بشارك في حاجه زي كده. ان شاء الله بحضر السنجل بتاعتي الفتره اللي جايه، و يعني في بقى شويه حاجات في التمثيل كده. لسه عامل مسرحيه مع المخرج خالد جلال اسمها الزائر، كنت بمثل فيها وبغني وعامل الالحان بتاعت المسرحيه. المسرحيه ديت برضو هي كانت افتتاح مسرح شباب العالم في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ الاخير بحضور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعه من الالحان لمجموعه من المطربين واعلانات رمضان. وان شاء الله باذن الله بعد نزول السنجل اللي بحضرها هيتبعها مجموعه من الحفلات، وهتكون برضو منهم حفله بسيد عبد المنعم الصاوي باذن الله. سنجل دلوقتي حاليا، فكره الالبوم دلوقتي بقت يعني بقى ريسك يعني فاهم. فيعني هنشوف الاول السنجل ان شاء الله يا رب تنجح كده وتعجب الناس كلها، واذا نجحت اكيد طبعا الواحد هيتشجع ان هو يعمل البوم اكيد. يمكن اخر الشهر ده او بالكتير باذن الله في بدايه شهر 4. الاغنيه ديت كلمات رامي امين والحاني وتوزيع عبد الوهاب الرفعي، وان شاء الله يعني هي نوع من الموسيقى اللي الناس بتحبها والكلام اللي هو القريب من الناس. اتمنى يعني ان هي تعجبهم وتبقى تاخد مكانها يعني في وسط الزحمه الكتير اللي حصلت. انا مشارك في بطوله مسلسل اسمه مع بعض من انتاج شركه سينرجي، وان شاء الله يعني متوقع نزوله في خلال شهر رمضان او بعد او قبل، يعني مش عارف، بس هو خلصنا تصوير يعني الحمد لله. يعني انا بقول لكل الناس اللي بتدعمني اني بشكركم جدا ان انتوا مصدقيني وان انتوا دايما بتدعموني. الفتره اللي فاتت يعني عملت نشاطات كتير، ان شاء الله نتائجها هتبتدي تظهر الفتره الجايه دي. وانا بوعد الجمهور من زمان ان دايما احترم اذواقهم وراعي الذوق العام في كل اعمالي الفنيه، وعند وعدي دايما. فان شاء الله يعني تكون الحاجات اللي جايه اقل حاجه اقدر اقول لكم بيها شكرا على كل اللي فات. يعني تابعوا كل اخباري على شبكه موسيقى شريف عبد المنعم.